هذا وقد انطلقت اليوم فعاليات المنطقة العامة الواقعة بالقرب من معرض البحرين الدولي للطيران وسط مشاركة واسعة من الزائرين للمعرض. الفعاليات المقامة بالمنطقة العامة تتيح الاستمتاع والترفيه للزائرين من خلال عروض وأنشطة مميزة. معرض البحرين الدولي للطيران جاء هذا العام حاملا معه كل جديد، ليس في عروضه الجوية ونجاحه الكبير لاستقطابه كبريات الشركات العالمية في عالم الطيران فحسب، ولكن أيضا في المنطقة العامة التي تقع بالقرب من المعرض الرئيسي التي كان لها حضورها الخاص. طبعا أنا الحين أكثر من سنة صار لي في المعرض، وأنا أتشرف أني أكون في المعرض، وأتمنى من جميع العوائل البحرينية وجميع الشباب البحرينيين أن يتواجدون في المعارض ويشاركون فرحة، لأن هاي الحدث عالمي حدث دولي شيء يشرف البحرين، ونحن نتشرف أن احنا من أهل البحرين أن نكون متواجدين في المكان هذا. الجميل أن هذه الفعالية أن تعطي الانطباع حق أي سائح غير بحريني يأتي للبحرين يشوف التنوع اللي موجود، تراث البحرين من فن الليوة، من حتى الصندوق المبيت، الأمور اللي موجودة في السوق الشعبي. ما شاء الله الناس مستانسة، الطيارات أيضا عرضها كان جدا جميل. المنطقة العامة أتاحت للجمهور الاستمتاع بالعروض الجوية ومجموعة متنوعة من المعالم السياحية والترفيهية، بما في ذلك الرحلات المحاكية والأنشطة العائلية، إلى جانب المبيعات والفقرات الغنائية، كما أن عروض القرية التراثية الزاخرة بعدة نشاطات تنقل زائريها إلى التراث والعادات البحرينية القريبة. المعرض يعني سنويا يصير، واحنا نبيع ملابس شعبيه تراث قديمه وسوح وايد وشروا من عندنا، بس مو من البحرين، من دول الخليج، واحنا نبيع الملابس الشعبيه عشان نرويهم التراث البحريني، وتراث البحريني حلو وان شاء الله يمشي ما يندثر على طول السنين. مشاركه معاهم بعرض لوحاتي وشغلاتي، فيعني ما شاء الله لقينا يعني شفنا اقبال شديد من الزوار، وحبينا ان احنا نروي زوارنا العرب والاجانب، وخاصه بعد اللي يجونا من برع الوافدين، ان البحرينيين عندهم مواهب. منذ اللحظات الأولى لبدء معرض البحرين الدولي للطيران منافسة لفتت نظر المقبلين على المعرض، فهو وإن صح التعبير ساحة مثلى لمسابقة تجارية عالمية تحظى بمتابعة من يعشقون الإثارة من جهة، ومن يشدهم حسن التنظيم من جهة أخرى كتوسعة المرافق الخدمية والترفيهية. البحرين كانت اليوم على موعد مع الإثارة والتشويق في أولى فعاليات انطلاق معرض البحرين الدولي للطيران. هذا التميز جاء ليؤكد على مكانة البحرين الإقليمي والاستراتيجي. إيمان شرف لمركز الأخبار تلفزيون البحرين.